الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إخوة الإخوة سيدنا السيد القائد المحترم السادة والسادة الأعضاء حضور كريم المنبر الإعلامية نشكر معتبية دعوتكم العضوية هذا رشحوا على هادو اللي مقدمين غنرشحوا منهم شكون باغي رئيس هادو اللي زوينين وغنرشحوا منهم شكون باغي رئيس. النظام الداخلي تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه والتصويت عليه. هادو الاعضاء هادو الاعضاء اللي غيكونوا في اللجنه واش نتوما باغيين الاعضاء ولا لا؟ في الماده 48 ينتخب المجلس بين اعضاء كل لجنه رئيسا كل لجنه ونائبا. كتكبر السيد الرئيس كمال اكثر من لجنه حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس والاعضاء المتغيبين والذين لم يتقدموا بطلب الانضمام لاحداث اللجان سنضطر الحاقهم باللجان التي لم تكتمل بها العضويه. اذا بغيت فرقني دابا السيد العشراوي نجم منطاف صالح كريم موسى بناني احمد نواس مصوتون بنعم مصوتون اعضاء على العضويه غير قادر يكون مع الرئيس هذا ثلاث زيت يدي، أنا كنكون على رئيس. سيد بوشراوي، مباشرة غندوزو التصويت ديال سيد بوشراوي، رئيس ديال اللجنة ديال المجلس. هاي صوت هاي صوتي. حاجة، سعيد المزوري. هذه تفضل. سعيد المزوري، سميرة اللجان. خديجة بوشراوي. مبارك الزواج. نية عمر، عمر نية. مرحبا التعبير لجنة التعبير اللي بغا مازال يتقدم راه باقي في الاجتماع أربعة الناس تقدموا باقي جوج بيدي عندنا عبد الرحمن الطراوي عبد الغني النساوي حسين البيدي سمير الله محمد طمطر سواد على راسي محمد طمطر رافيدو رافيدو يوسف حسين كيف العالم ثاني عنده أحد مبارك الزواج مبارك الزواج فنائب الرئيس مباشرة التصويت انضمام لإحدى اللجان وعدم الانتماء لأكثر من لجنة حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس والاعضاء المتغيبين والذين لم يتقدموا بطلب الانضمام لاحدى اللجان سنضطر الحاقهم باللجان التي لم تكتمل بها العضويه. يعني هادو نيت هادو اللي كانوا في جهه اخرى راه حنا نقدروا نخلوا المعارضه. ما تقدمش الطلب ديالك غادي يدخل شي لجنه لان ضروره. بالنسبه لاحمد الحدادي 13 صوت. عبد الياف الوالد 19، عبد الكريم جلال 18، عبد العالي سروج 16. سمية الوردغي 13، عبد الرحيم بليل 19، طوفيق القاسمي 7، نجيب السعدي 9. هاد 7 وهاد 9 صافي هادو متسيين، غيبقاو 6 الناس اللي هما أحمد الحدادي، عبد الياف الوالي، عبد الكريم جلال، عبد العالي شروس، سمية الوردغي، عبد الرحيم بليل. تاتي صافي أسد. عبد الياف الوالي. عبد الرحيم بليل. هي لجنة البيئة والمحافظة على مساحة خطر. بالنسبة للإخوان، الإخوان اللي غيصوتوا على عبد الله الفوالي تفضلوا. غندوزو للنيابة. عبد الرحيم بن عيدك. سويت مباشرة. مرة أخرى نشكر المستشارين والحضور الكريم والمرابط الصحفية شكرا لكم جميعا وسمحينا ربما كنت حاضرنا كثير السلام عليكم. هذا الشيء كيوقع كاع في المجالس والحمد لله حنا فاغين على هذا الشد والرد. حنا الهدفنا واحد هو البلاد تمشي لقدام
وكنظن هذا هو اخر كلام كنظن الاخوان.